اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم ابدأ بنفسك. حلقتنا النهارده هتكون مهمه جدا، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا هتهم ناس كتير قوي. بس قبل ما ابدأ موضوع حلقتنا النهارده، حابه ارحب بالدكتوره سحر بدوي. اهلا بيكي يا دكتوره. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا اميره؟ ورحب بزميلتي الاستاذه ميار شكري. اهلا بيكي يا ميار. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكي يا دكتوره، منوره. الله يخليكي. هتسلمي. كل سنه وانتي طيبه. شكرا. وسنه سعيده عليكم يا رب، علينا وعليكم كلكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل اقباطنا في مصر بخير والشعب كله بخير. السنه دي يا رب تكون احسن عليكم. السنه اللي فاتت انا عارفه ان هي ما كانتش سنه سعيده ولا كويسه على كتير مننا، بس ان شاء الله السنه دي تبقى احسن علينا كلنا. معانا الدكتوره سحر بدوي. يا اهلا بيكي يا ميار. يا اهلا ميار. ازيك يا استاذه اميره؟ دكتورة سحر، حابة أعرف منك يعني إيه تأخر لغوي؟ يعني إيه معنى مفهوم كلمة تأخر اللغوي؟ ناس كتير طيب. طبعا ما تفهمش معنى الكلمة، فإحنا يعني عايزين إيه؟ نفهم في البداية تمام. يعني إيه معنى أصلا تأخر اللغوي؟ تمام. هو التأخر اللغوي دوت إن الطفل عنده تأخر في اللغة وبدون أسباب معروفة، أو بوجود يعني بعدم وجود سبب أساسي للتأخر اللغوي دوت. اسباب التاخر اللغوي معروفه ان الاطفال عندها مثلا الطفل اللي عنده توحد، الطفل اللي عنده تاخر عقلي، تاخر الطفل مثلا داون سيندروم. كل الاطفال اللي بيبقى ذوي الحاجات الخاصه دي بيبقوا الاطفال دي معروف ان هم عندهم مشكله في التاخر اللغوي. اما الطفل النورمال او الطفل العادي دوت، لما بيبقى في تاخر لغوي بيبقى سببه مش معروف او ملوش مفيش اسباب. انا سؤالي بالنسبه لي للطفل النورمال اللي هو الطبيعي، ما عندوش مشكله في نقص الاكسجين، ما عندوش كهرباء، ما عندوش اي مشاكل او اعراض، تمام. هو كطفل طبيعي ممكن ايه الاعراض اللي ممكن تبدا تبان عليه، او اي سن بالظبط ممكن يظهر عنده تمام. التاخر ده هو الطفل بيبان عليه تاخر لغوي بدايه من سنه ونص. يعني الام تبدا تقلق على ابنها او بنتها من سن سنه ونص. لو الطفل سنه ونص وما بداش ان هو يطلع ولا كلمه مفهومه وواضحه سواء للام سواء للاب او سواء للمحيطين بالنسبه له، نعرف من هنا ان الطفل دوت متاخر لغويا، ونبدا بقى ان احنا نشوف اخصائي تخاطب بيشتغل معاه او نوديه عند متخصص. هي دي المرحله اللي احنا بنقلق فيها من الطفل، ان يكون سنه ونص. مش قبل كده؟ لا مش قبل كده. الفتره اللي قبل كده دي احنا بنستنى شويه على الطفل، ان هو ممكن يطلع بس حتى كلمات مفرده. احنا مش طالبين اكتر من انه الطفل يطلع في الفتره دي كلمات مفرده، مش اكتر من كده. فلو اتاخر في المرحله دي، لا بقى احنا بنضطر بقى ان احنا نشوف اخصائي يشتغل معاه. طب دكتور سحر، احنا حابين نعرف ايه اصلا الاسباب اللي تخلي الطفل يتاخر لغويا؟ هو اسباب كتير جدا، منها الاسباب البيئيه، وممكن الاسباب البيئيه دي تخلي الطفل يدخل اصلا في حاجه اسمها حرمان بيئي. يعني ايه حرمان بيئي؟ يعني بيئه اللي هو عايش فيها بيئه سلبيه جدا، ما فيهاش، او بيئه فقيره كمان اجتماعيا، ما فيهاش اي اجتماعيات خالص. الام بتسيب مثلا الطفل قدام البيت التلفزيون، ما فيش حد بيتكلم كتير معاه. يعني هي البيئه نفسها فقيره، ما فيش اجتماعيات، ما بينزلش حضانه. يعني العامل الاساسي بالنسبه للطفل البيئه طبعاً المحيطه بيه. اهم الاسباب اللي بتخلي في تاخر لغوي للطفل هو البيئه. طبعاً. البيئه اللي هو عايش فيها مش بيئه، مش مكيفه لل بالظبط كده، بيئه سلبيه ما فيهاش اي يعني محفزات للغه. الام مش موجوده، او ما بتتكلمش كتير مع اولادها. الام طول النهار في الشغل، وبتيجي من بره تخش على المطبخ تعمل اكلها وتعمل شربها، ومش باصه للولد او مش باصه للبنت. مفيش اهتمام خالص للغه، ما بتتكلمش، ما بتحكيش قصص، ما بتتعرضش انها يبقى في مواقف بينها وبين الطفل كتير. ده بيكون عامل اساسي وثابت بالنسبه للطفل ده، اللي بيأثر اكيد اكتر حاجه بتأثر. وفي كمان تانية اسباب طبعا، بيبقى في اسباب عضويه مثلا الكرتون، التلفزيون. اطفال دلوقتي كتير قوي في سن بيبيهات صغيره بقت متعلقه قوي بالتابلت والموبايل والتلفزيون، وده اكبر خطر. ده اكبر خطر بيهدد اطفال. عامل كبير جدا جدا جدا. اولا هو الطفل المفروض ان هو ما يقعدش على تلفزيونه او يشوف تابلت او يمسك في ايده موبايل قبل سنتين. يعني الدراسات قالت ان الطفل قبل سنتين ما ينفعش ان هو يقعد على تابلت، او ما ينفعش اصلا نسيبه حتى ولو خمس دقايق قدام تلفزيون. يعني الفتره دي أي كلها ممكن عشان تلهي ابنها شويه او تسكته بقت تديله الموبايل يلعب جيمز او يتفرج على بالظبط. خد الموبايل والعب بيه شويه، انا مش فاضيه لك. وطول ما هو قاعد على الموبايل او طول ما هو قاعد على التلفزيون، هو اصلا الطفل ما بيفكرش حتى ان هو يعمل مشاكل ولا يعمل اي، هو بيبقى في عالم تاني. خلاص هو دخل في عالم تاني. وانت طبعا انتباهه بيقل جدا، انتباهه بتاعه بيقل جدا، التركيز بتاعه بيقل جدا. يبقى طفل اساسا مشتت.
كتر العامل الصور العضوي وكتر بيأثر. طبعا كتر الصور وكتر الحركه الكثيره اللي في التلفزيون دي بتخلي الطفل ما عنده يعني ما عندوش تركيز، والتشتت بتاعه بيبقى كبير جدا. فموضوع لازم ننصح التلفزيون ده طبعا اي طبعا ام او اي اب في البيت او في الاسره ما يحاولوش يعني اللي هو يدي لابنه تحت سن مثلا سنتين اللي هو يمسك الموبايل ويتعامل على الموبايل، وفي سن برضه السنتين، وحتى برضه بوقت معين مش على طول و24 طبعًا ساعه ماسك ومش الموبايل. اي حاجه برضه يتفرج عليها لازم ابقى انا محدده له الحاجات اللي هيتفرج عليها، سواء افلام سواء كرتون سواء حاجات معينه انا اللي ببقى محددها له، وبسيب له وقت معين يشتغل فيه على التلفزيون. طب ازاي الام تعرف تعالج او تزود الحصيله اللغويه عند الطفل عندها ومهارات ما قبل اللغه؟ حلو قوي. هي ازاي الام تزود الحصيله اللغويه دي حاجات طبعا كبيره جدا. طب تعالى الاول ناخد الاول مراحل التطور اللغوي للطفل. اول حاجه الطفل من سن زيرو، هنبدا من الزيرو، من سن زيرو لغايه مثلا 3 شهور دي مرحله اسمها مرحله الصراخ. يعني ايه مرحله الصراخ؟ يعني الطفل بيبدا يعبر عن متطلباته واحتياجاته عن طريق الصراخ. انا عايزه اكل بصرخ، انا عايزه ماما تشيلني بصرخ، وتلاقيه كل حاجه انت بتلبيها له بيسكت بعديها، لان هو كده خلاص دي لغه تواصل ما بينه وما بين الام. من 3 شهور ل6 شهور الفتره دي بيبقى اسمها مرحله المناغاه. يعني ايه مرحله المناغاه؟ يعني الطفل بيقعد يقول اصوات ويطلع اصوات اسمها اصوات المناغاه. ما بيفهموش غير مامته. لا هي 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 اسمها مرحله المناغاه، يعني مثلا يقول ايه حاجات كده يعني اصوات. من 6 شهور ل9 شهور المرحله دي اسمها مرحله البابلنج. يعني ايه مرحله البابلنج؟ يعني الطفل بيقعد يقول اصوات بابا بابا ماما ماما. طبعا الاصوات دي بيقولها بس هو مش فاهم معناها، يعني هو هي الكلمه بتتكرر هي هي حروف شفهيه سهله جدا جدا بتبقى على الاطفال بيقولها، بس يعني اللي هو بيقلد مش اكتر من كده وسهله كمان كتير قدامه مثلا من اخواته بابا وماما، بالظبط كده بدا اللي هو يلقط يبتدي يكتسب اللغه من اللي حواليه يبدا يقلد بس ما بيبقاش فاهم معانيهم. يبدا يفهم بقى معلوم امتى؟ من 9 اشهر للسنه يبدا يفهم معنى كلمه بابا، يفهم معنى كلمه ماما، وهنا بيبدا اول كلمه الطفل بيقولها ومفهومه، كلمه مفهومه وكلمه معروفه وواضحه جدا للجميع. هي عند بدايه السنه يبدا الطفل يقول اول كلمه واضحه وصريحه. في سن سنتين يبدا الطفل بقى يعمل جمله من كلمتين، يبدا يقول مثلا ايه ماما اشرب، بابا جه، حاجات بسيطه جدا، بس مجرد ان هو يربط الكلمه بالثانيه. والوعي والاستوعاب بقى بيزيد طبعا. حط الكوبايه، اقفل الباب، تنفيذ الاوامر ده طبعا حاجات مهمه جدا. بالظبط اللي هو بيبدا بعد كده بياخد اوامر واوامر بسيطه، يعني زي مثلا اقفل الباب، طب نوريني ريموت التلفزيون، طب مش عارفه ايه، طبعا يبدا ياخد اوامر بسيطه وبينفذها. بالظبط كده بالظبط كده. من سن 3 سنوات يعني سن 3 سنوات يبدا الطفل يعمل بقى جمله من 3 كلمات، يبدا يفهم يعني ايه افعال، يبدا يفهم يعني ايه واجب، يعني ايه حاضر وعايزه منك ايه، وشويه اوامر تطلبيها منه يبدا يفهمها يبدا ينفذ. في سن ال4 سنين ده بقى خلاص هو بدا ان هو يعمل بردك جمله من 4 كلمات، مع ان هو بردك بيبدا ان هو تواجهي له اسئله يعرف يرد عليكي فيها، يقدر يدخل معاكي اكاديمي ويبدا يحفظ حروف معاكي. وابدا من هنا كمان ادخل له اللغه الثانيه، لو انا عايزه ادخل لطفل لغه ثانيه ما ابداش قبل سن 3 سنين. تمام. لازم 4 سنين سوري. بعد ال4 سنين خلاص الطفل اكتسب اللغه الام بتاعته اللي هي اللغه العربيه بتاعته. بالنسبه اللي هو 4 سنين يعني أساسي. مش قبل 4 سنين، مش قبل 4 سنين عشان الطفل يبدا ندخل له لغه ثانيه. في السن دوت الطفل بقى خلاص تقدر تساليه، يقدر يجاوب عليكي، يقدر بقى يشتغل اكاديمي كويس. وبعد كده بقى المراحل اللي جايه بعد كده يقدر بقى ان هو يطور في اللغه بتاعته، عشان بس ما نطولش على الساده المشاهدين. طيب. نبدا يطور في اللغه بتاعته. دلوقتي انا لو اكتشفت مثلا ابني مثلا عنده مشكله في اللغه او في تاخر الكلام، ابدا تمام. في البدايه انا اتعامل معاه مني لنفسي في البيت تمام، ولا لازم اعرضه على حد متخصص ودكتور يتعامل معاه؟ تمام. احنا ممكن برضك نعرف، وهل هي برضك مراحل؟ يعني انا في مرحله معينه اعرف انا اتصرف فيها في البيت مني أكيد. ليه، ولا لازم على طول اول ما اكتشف الموضوع ده ارجع على طول لدكتور؟ احنا بصي احنا الاول احنا بنكتشف الموضوع دوت عند سن احنا قلنا 1.5 سنة، الام تبدا تقلق لو الطفل ما بيطلعش ولا كلمه ولا صوت مفهوم او ولا كلمه مفرده مفهومه. من هنا بقى الام تبدا بقى انها تعمل ايه، تبدا تنزل حضانه، تبدا ان هي تتكلم مع ابنها كويس جدا، وتبدا ان هي تحكي له قصص كتير قوي عشان يبدا ان هو يتعلم لغه. اتكلمي مع ابنك في كل حاجه،
في كل حاجه. انت بتلبسيه دلوقتي هدومه، يلا تعالي نلبس البنطلون، تعالي نلبس التيشيرت، هات لي الشوكه، اديله شويه يعني اوامر كتير ينفذها معاكي. ابدا اعرفه على الاشياء اللي حواليه، حاجات البيئه يعني، ما تعرفوش حاجات هو مش هيستخدمها، عرفيه الحاجات اللي حواليه كلها، ترابيزه، كرسي، الهدوم بتاعتنا، المعلقه، الطبق، الحاجات اللي هو بيستخدمها حواليه في البيئه، هي دي الام تبدا بيها. لو الطفل حاسس ان الطفل اصلا عنده مشكله ابدا اشتغلي معاه. كمان انا ممكن لو الام مصحصحه شويه ومركزه شويه ممكن تشتغل على حاجه اسمها الكروت الضمنيه، اللي هي كروت الفاكهه والخضروات، وتبدا بقى تشتغل معاه وتجيب له صور ويقعد يشاور ويقعد يعني ايه تكتسبه، ويخلي الطفل يعني يكتسب لغه ويكتسب ويزود الحصيله اللغويه عنده. ايوه تمام بجد، يعني احنا مستمتعين جدا جدا بالحديث معاكي. ربنا يخليكي. بس هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكي ومع الحديث الشيق جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين نكمل كلامنا والحوار الشيق بتاعنا ده ونوعي امهاتنا عن ازاي هيكتشفوا ان ابنهم او بنتهم في البيت عندهم تاخر لغوي. هنكمل كلامنا مع الاخصائيه الدكتوره سحر جابر. يا اهلا بك يا ميور، اهلا بيكم. عايزين نعرف ايه هي مهارات ما قبل اللغه او ما قبل تاخر اللغه اساسا. طيب مهارات ما قبل اللغه، مهارات ما قبل اللغه دي ده موضوع كبير جدا. معناه او معنى الكلام فيه ان ايه هي المهارات اللي الطفل المفروض يكون بيعملها قبل ما يتكلم اصلا وقبل ما يدخل في موضوع الكلام وقبل ما يدخل فيه. طبعا المهارات دي كلها بتبقى كل دي قبل سن السنه، يعني كل المهارات اللي هنتكلم فيها دلوقتي دي هتبقى قبل سن السنه. اول مهاره هنتكلم عليها هي مهاره التواصل. ان الطفل لازم يكون بيتواصل معايا كويس جدا، عينه في عينيا طول ما انا بتكلم مع الطفل، لازم تبقى عينه في عيني. طبعا الام في اول خالص لازم تبقى هي متابعه التواصل بتاع ابنها كويس ولا لا، بيشوف كويس ولا لا، بيسمع كويس ولا لا، شفت في كونتاكت بينهم وبين بعض ولا لا، طب بعمل كده بيبص لي، بعمل كده بيبص لي، احرك حاجه قدام عيني واشوف في تواصل ولا لا، البصر بتاعه كويس ولا لا، بيبص لي في عيني وهو مثلا بيلعب معايا ولا لا. يعني دكتور دي اهم حاجه، التواصل النظر بالنسبه له. أوه. تمام، اللي هو التواصل بينتبه معايا في كل حاجه، على الصوت، على اي حاجه بالنظر بيتواصل. بيتواصل في يعني في لغه بين عيني وعينه. بعد كده في عندنا بقى مهارات الانتباه. يعني ايه مهارات الانتباه؟ يعني الطفل بينتبه معايا ولا لا، لو حاجه كسرت جنبه هو بينتبه ولا ما بينتبهش، لو انا عديت من قدامه كده، وهو كل ده طبعا المرحله دي وهو لسه في بدايه السنه، يعني هي كل ده في المرحله دي اللي هو قبل ما يتم السنه. تمام. طفل حاجه كسرت بيبص لها ولا لا، حاجه عدت من قدامه بيبص ولا لا، انا ناديت عليه بيبص لي وبينتبه لي ولا لا. دي اسمها مهارات الانتباه. اشوف بقى الانتباه السمعي بتاعه كويس، الانتباه البصري بتاعه كويس. بعد كده بقى كمان في مهاره اسمها مهاره التقليد. هل الطفل بيقلدني؟ هل الطفل بيعمل زي ما انا بعمل؟ لان هو الطفل بعد كده بيتعلم اصلا عن طريق التقليد. انا مش كل حاجه بعلمها للطفل واقول له تعالى اوريك انا باكل ازاي وتعالى اوريك انا بشرب ازاي، بيبدا هو يشوف بنفسه ويبدا يقلد ويعمل زي ما كل حاجة بتعملي بالظبط، في اللعب، في الاكل، في الشرب، في كل حاجه، في الكلام، هو اللي حواليه في البيت بيقلد، هو بيقلد. لان هو لو الطفل ما بيقلدش كويس مش هيعرف يعني يكتسب لغه، مش هيعرف يكتسب مهارات، مش هيعرف يكتسب اي حاجه خالص. فاهم حاجه ان الطفل يكون بيعرف يقلد كويس، فدي مهاره. لو المهاره دي مش موجوده لازم الام تنميها وتعليها شويه. في كمان مهاره اسمها مهاره تنفيذ الاوامر. لازم الطفل يكون بيعرف ينفذ اوامر، يعني هات الحاجه دي، ودي الحاجه دي، ودي ديت لبابا، خد المعلقه اديها لاختك، شيل القلم هناك، ويبقى فاهم. كمان احس كمان من يعني من مهاره تنفيذ الاوامر دي ان الطفل اصلا فاهمني. ما انا لما اديله حاجه واقول له خد وديها لبابا، خد وديها في خلاص حاجه، خلاص هو وديها لبابا، هو فاهم بالزبط. انا اطمن على ابني ان هو فاهم. تمام. طب هو مش عايز ينفذ حاجه معايا، هعمل ايه؟ همسك ايده واقول له تعالى نشيل الحاجه دي مع بعض، اعلمه ازاي ينفذ اوامر. تمام. اكيد طبعا مهارة. يعني اسلوب العنف او لا 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 خالص، طبعا كل ده بيأثر، ده اساسا مرفوض، مرفوض جدا، لان هو بيسبب كمان يعني مشاكل نفسيه واضطرابات نفسيه بالنسبه للطفل. في مهاره كمان اسمها مهاره التأشير. يعني ايه مهاره التأشير؟ ان انا اخلي الطفل يشاور على كل حاجه، يلا حبيبي فين الساعه يشاور لك عليها، فين البرتقانه يشاور عليها. أيوة. معنى كده ان الطفل فاهم، معنى الطفل ان كده ان الطفل عنده نفسنا كمان مع الاطفال. طب فين بقك؟ طب فين مناخيرك؟ هو بيبداوا يشاوروا كمان يشاور على وشه. ما دام هو شاور يبقى فاهم، يبقى هو عنده اللغه اسمها لغه تعبيريه، يقدر يعرف كل الاسماء اللي حواليه وكل الحاجات اللي حواليه، بس هو في المرحله دي ما يقدرش ينطقها.
لان لسه مش المرحله دي ان هو ينطق فيها الاسماء اللي احنا بنتكلم عليها. هو عارفها بس هو مش عارف بس. يعبر عنها. انا ابدا بقى اعرف الطفل فعلا فاهم ولا مش فاهم. طب يلا فين، شاور لي على الكرسي، فين فين المعلقه، فين الطبق، فين فين فين. يبدا يشاور بس بصباعه، تمام. معنى انه الطفل بيشاور معنى ان اللغه التعبيريه بتاعته جميله جدا، ودي كده مرحله احنا كده ماشيين صح، وما دام التطور بتاعه ماشي صح يبقى احنا كده ماشيين صح في النمو اللغه بتاع الطفل، تمام. طيب بالنسبة بقى للعكس، يعني لو احنا مثلا الطفل عندنا مش طبيعي، ممكن ايه الاعراض، الاول اعراض ممكن تظهر عليه او تبان على الطفل ده اللي هو عنده مشكلة؟ تمام. هو المشكلة بتاعت ان الطفل ده بيبدأ من صغره جدا، يعني ممكن من بداية الولادة تبص لاقي الطفل دوت مش ما فيش مراحل اللي احنا قلنا عليها دي كلها، حتى مرحلة المناغة، حتى مرحلة المناغة مش هتلاقيها. ان الطفل يتحكلك ويعبر، ان انتي مثلا ما هو الطفل ليه سن كده بص لاقيه بيفهمك فبيضحك، انتي بتلعبي فبيضحك. أيوة. هو الطفل ده مش هيفهمك، مش هيضحك، مش هيتفاعل معاكي اصلا. يبدا السن يعني الشكل بتاع الطفل دوت متجمد، ما فيش ضحك، ما فيش. امتى الام مثلا تاخد خطوة في بداية مثلا تبتدي تقلق؟ امتى تبدأ تقلق؟ هو هي كل المراحل اللي احنا قلنا عليها دي لو مش موجودة، لو مش موجودة تبدأ تقلق. يعني المرحلة اللي احنا قلنا عليها دي اللي مرحلة التواصل، الانتباه، التقليد، تنفيذ الأوامر، كل الحاجات دي لو مش موجودة. تليفون مداخلة من أستاذة عزة من القاهرة. أهلا بيك يا أستاذة عزة. يا أهلا. أيوة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كنت عايزة أسأل حد. اه معايا. اتفضلي اتفضلي. انا كنت عايزه اسال، بس ابني عنده 3 سنين، تمام، بس الكلام عنده مش قوي، يعني يا دوب كلمتين ومش بيعرف يعمل بقيه الكلام. يعني طيب هو انت بس عرفيني، هو الطفل يعني بيعمل جمله من كلمتين ولا ثلاثه ولا كلمتين؟ من كلمتين. من كلمتين. هو لسه سنه 3 سنين بالظبط ولا 3 سنين بالظبط او اكتر كمان؟ تمام. هو كده المفروض السن بتاعه يبقى يقدر يعمل جمله من 3 كلمات. يبدا تقدر تساليه، هو بتقدر تساليه ويقدر يجاوب عليكي؟ طيب بيجاوب عليا بكلمه واحده ولا يعني بيستكفيكي في الموضوع في الكلام؟ هو تمام معايا، عنده وعي وفاهم، بس في كلام كتير بيعرفش يقول. طيب هو انت كده المفروض ان انت تشتغلي معايا على حاجه اسمها مجموعات ضمنيه. ابداي اشتغلي معايا عرفيه الكلمات، وابداي كمان اشتغلي معايا على حاجه اسمها كروت الافعال. اشتغلي معايا عليها، هتبص تلاقي الطفل بعد كده يبدا يكون جمل ويبدا يعبر عن الصوره اللي قدامه، ويبدا ان هو يقول معاكي جمل من 3 كلمات ومن 4 كمان. طيب بالنسبه للحروف اللي هو يعني مش بيعرف يقول، الحروف اللي مش بيعرف يقولها، في مخارج، في مخارج الفاظ مش بيعرف يقولها يعني؟ طيب هو حسب السن، الحروف دي حسب السن. يعني احنا في حروف معينه بتبقى كبيره شويه عند الطفل، بنستنى شويه لغايه ما هو الحصيله اللغويه بتاعته تزيد شويه، الدنيا بتثبت معاه اكتر. يعني ما تحكميش دلوقتي على الحروف اللي واقعه منه دلوقتي، في حروف احنا بنستنى شويه عليها لان ليها سن معين. فحاولي تشتغلي بس زودي الحصيله اللغويه عنده اكتر في الفتره دي، بعد كده الدنيا تظبط معاكي اكتر. شكرا على اتصالك وتابعينا برده، والدكتوره سحر هتجاوبك على كل الاسئله وحاجات كتير جدا. تمام. احنا النهارده بنستفاد بجد من الدكتوره سحر النهارده. الحلقه بجد النهارده ممتعه جدا، وكل المشاهدين مستفيدين من حضرتك. في النهايه عايزه اشكر ضيفتنا الاستاذه سحر جابر. يا اهلا. والمذيعه الاعلاميه استاذه اميره محمود. يا اهلا بيكي حبيبتي. انا حابه بس قبل ما اختم الحلقه هسال بس يعني سؤال، معلش الدكتوره سحر طبعا هي الحلقه ما يعني مش عايزاها تخلص. يا حبيبه قلبي اسلمي. وبجد يعني احنا يعني مستمتعين وأنا جدا، وانا كمان مستمتعه جدا بيكم بجد، ومشاهدين بجد مستمتع جدا بالحلقه. ميرسي وميه ما شاء الله عليكم. ميرسي يا حبيبتي. ايه هي مراحل تطور اللغوي؟ يعني احنا عايزين نعرف المراحل بتاعه التطور. احنا قلناها في الاول اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، اللي هي الطفل بيبدا اول حاجه من سن الزيرو لثلاث شهور. لا مش قصدي كده يعني. ده مش قصدي في السؤال يعني. انا قصدي المراحل ابدا امتى اعرف مثلا اللي هو خلاص بدا في تطور بالنسبه لي مع العلاج، يعني دي بتظهر ازاي او انا اعرف يعني امتى؟ لو الطفل انت قصدك لو الطفل اصلا في مشاكل وعنده تاخر لغوي. تمام. بيبان بقى يعني مثلا انت الطفل مثلا انت جايباه، الطفل مثلا سنه مثلا سنه ونص او سنتين. تمام. بيقول كلمه واحده، طورناه واشتغلنا معاه بقى يعمل جمله من كلمتين،
طورناه واشتغلنا معاه بقى يعمل جملة من ثلاثة حسب بقى ما احنا شغالين. كل ما بنخلص مرحلة بندخل على مرحلة تانية، هنا بحس ان في تطور مع الحالة وبشتغل معاه على هذا الوضع اللي هو الطفل سنه يعني احاول ان اوصل بسن الطفل للعمر الزمني بتاعه، السن العقلي يعني خلي السن العقلي مناسب جدا للسن الزمني بتاعه. وخلينا برضك متفقين اللي هو حتى لو انا في متخصص او في دكتور طبعاً. البيت طبعا او البيئة اللي الطفل هي اهم حاجة فيها هي اهم حاجة هو العامل الاساسي، هو الحاجة الاساسية بالنسبة لنا التعامل في البيت ازاي مع الطفل. وما نستناش حتى لو احنا رحنا الاخصائي، حتى لو رحنا لدكتور، احنا علينا عامل الاب والام والاخوات والاسرة عموما المحاطة بالطفل طبعاً. عليها عامل كبير جدا والعامل النفسي اساسي. حاجة كمان يا اميرة احنا لازم ناخد بالها من بالنا منها كويس قوي، موضوع اختلاف اللغة في الاسرة نفسها. يعني بص تلاقي الاب بيتكلم انجليش والام بتتكلم عربي او مثلا جايبين مربية تشتيت. جايبين مربية مثلا من بلد تانية. كل ده بيعمل تشتت للطفل وبيخليه يتاخر في اللغه. الناس دي في ناس كتير قوي مش واخده بالها فعلا من النقطه دي خالص. بشكرك دكتوره جدا. بشكرك بجد دكتوره سحر. انت بجد يعني شرفتينا ونورتينا النهارده وكانت حلقه جميله جدا. في النهايه بختم حلقتنا، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم ابدا بنفسك.